السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادتي أرحب بضيف الكرام، معنا هذه المرة الدكتور خالد الفرم، أكاديمي وباحث في الشؤون الاستراتيجية، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. معنا أيضا الدكتور ماجد التركي، رئيس مركز الدراسات العربية الروسية، مساك الله بالخير. مساك بالخير والعافية. ومعنا ايضا الاستاذ عقل البهلي، الكاتب والباحث السياسي المعروف، مساك الله بالخير. شكرا. اخيرا معنا الدكتور عبد الله موسى الطاير، رئيس مركز مستقبل الشرق للدراسات، مساك الله بالخير. مستقبل الخليج. اهلا. مستقبل الخليج، ها اي اعتذر على حال. اهلا بضيوف الكرام واهلا بكم الى محورنا الاول. اجتاحت الدول الإسلامية والعربية عاصفة من ردود الفعل الغاضبة والاحتجاجات والإدانات لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط حالة قلق عارمة من تداعيات القرار الأمريكي الذي لم يرضي أيضا عواصم أوروبية وعالمية، إذ فتح القرار أبواب جهنم على الأزمة القائمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. ويبدو أن أمريكا بدأت البحث عن توازنات ما بعد القرار الذي استفز العالمين الإسلامي والعربي وحتى العالمي، بعد تسريبات إعلامية عن خطة سلام يتم الإعداد لها وسط تأكيدات لمسؤولين أمريكيين أنها سترضي الفلسطينيين، في الوقت الذي شهدت فيه جلسة مجلس الأمن الأخيرة رفضا أمميا من مختلف الأعضاء للقرار الأمريكي. ايش رايك الدكتور خالد؟ احس انه بعد اتخاذ القرار من ترامب انه حصل فيه بعدها يعني ضجه، ثم كانهم بداوا يترددون الان، اقصد امريكا، هل هذا صحيح؟ هل تسرعت اصلا امريكا في اتخاذ القرار؟ لا شك ان القرار شكل صدمه للمجتمع الدولي وكذلك للأمتين العربية والإسلامية. مثل ما أشرت أستاذ دريس، ممكن تصريح تيلرسون يحاول يلطف القرار قدر الإمكان، تأجيل تفعيل القرار هو إلى سنتين، ولكن هذا لا يلغي القرار، وهو الاعتراف بفلسطين كعاصمة للدولة، الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن هذا القرار هو عمليا أنهى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. طيب الرؤساء السابقين اعترفوا أيضا نفس الشيء ولا لا؟ ولكن كان القرار يؤجل كل 6 أشهر ولا ينفذ. طيب الكونغرس. طيب الآن التأجيل حق تيلرسون مثلا كأنه تأجيل يعني مثل نفس الممارسة السابقة، ولكن تم الاعتراف رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك عمليا موضوع القدس لا يمكن، هو الوضع النهائي للقدس هو آخر مراحل المفاوضات. ما حصل حاليا هو القفز على هذه المراحل. لذلك أنا أعتقد أن هذا القرار في الواقع سوف تكون له تداعياته للجهة الآتي. أولا سوف تستخدم الكثير من الجماعات المتطرفة مثل حزب الله أو الحوثيين أو إيران للمزايدات على هذا الموضوع، واستخدام القدس كشماعة لحشد الدعم الإسلامي والعربي لهذا الخطاب كالعادة. أنا أعتقد أن الآن ليست مسؤولية دولة هذا الموضوع، إنما مسؤولية المجموعات، بمعنى منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس الأمن بإمكانه في الواقع أن يرفض هذا القرار، لأن هذا القرار هو تجاوز لمقررات الأمم المتحدة. بس بالتصويت يكاد يكون يعني تم رفضه في قد تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حقها، ولكن هذا قرار هو قرار أممي تجاوز فيها القرارات الأممية. لذلك الأمين العام للأمم المتحدة هو في الواقع أشار إلى أن الرئيس الأمريكي تجاوز المواثيق الدولية، فهي قضية دولية وليست قضية في الواقع أحادية لهذه الدولة أو تلك الدولة. ايش رايك يا دكتور عبد الله؟ يعني انا ايضا كنت اتوقع مثل ما قال دكتور خالد انه يصير في حاله تكسب لايران وحزب الله وغيرها يعني من هذا القرار، وطبعا يبدون يهيجون الشارع وذا دون اي جدوى. لكن الحدث حتى الان انه ما في اي رده فعل من سرداب في بيروت ولا من ايران ولا من انصارها في كل مكان، على حين أيضا بالمقابل، مع يمكن هذا يزعل بعض الآخرين، أنه
يمكن تركيا أن تكسب من هذا يعني حالة شعبوية يعني. صحيح. إنما ما في قرارات حقيقية يمكن أن تتخذ في هذا الصدد. أبي تعليقك. لا لن تتخذ قرارات الحقيقة حقيقية في الموضوع هذا لسبب واحد، إنه هذا موضوع يخص أمريكا، هو ليس ملزما لبقية الدول، وهو قرار يعني هو ضمن منظومة انسحاب الرئيس ترامب من المنظمات الدولية والاتفاقات الدولية. يعني انسحبوا من اليونسكو، وانسحبوا من اتفاقية المناخ، وانسحبوا من بعض الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية، وهذا أيضا الحقيقة هو نوع من القرارات التي خارجة على شرعية الأمم المتحدة. الأمم المتحدة منذ عام 1967 وهي تعتبر أن القدس لها وضعها الخاص، وأي إحداث فيها بعد احتلالها بال67 أي إحداث فيها هو خارج على الشرعية الدولية. وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار اللي اتخذ، أولا 63% من الشعب الأمريكي يرفض هذا القرار. 63%. من وين جبت النسبة هذه؟ نسبة الحقيقة على نتها الحقيقة أعتقد أنه أكثر من 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 جهة. جامعة ميريلاند أوكي. سوت الهادث، فكانوا 63% يقولون يعني لا داعي للاعتقال. القرار أجل 44 مرة من قبل، يعني من 1995 وهو يؤجل، فلماذا لا تكون 45؟ فلماذا لا يؤجل هذه المرة؟ الشيء الثاني أنه مثل ما أشار الدكتور، حقيقة الذي نستفيد منه هو المتطرفين اليهود. حتى الحكومة الإسرائيلية ترى حتى وإن أبدت دعمها للقرار لكن هي متضررة من القرار. لماذا؟ لأن تتذكر 1980 هي نفسها اتخذت قرار بأن تكون القدس عاصمة لها، وتحرك المجتمع الدولي. لما اتخذت إسرائيل 1980 أن تكون القدس عاصمة رسمية لإسرائيل كان فيها 13 سفارة، خرجت جميع السفارات بأمر من مجلس الأمن والمنظمة الدولية، خرجت كل السفارات 13 من القدس. وبالتالي هم يعرفون آثاره السلبية. لكن في نهاية المطاف هناك حشد الآن، وهناك تهيئة للرأي العام العالمي بالذات في مجتمعاتنا، إيران والجماعات المتطرفة، المسيحيين الإنجيليين في أمريكا ترى فرحانين في الموضوع هذا. أيوة. يعتبرون أن هذا القرار يقرب خروج المسيح. أيوة. وبالتالي فهناك الأجدات المتطرفة هي التي كسبت، الذين خسروا هم المعتدلون في المنطقة، هم أصدقاء أمريكا. لأنه إحنا قلنا انتهت الداعش إن شاء الله. أيوة. مقبلين على مرحلة ربما فيها نوع من التهدئة للقضايا الساخنة، عادنا إلى التأزم الرئيس ترامب في المنطقة. وبالتالي مثل ما أشرت أنه تركيا وبعض الدول التي لديها شعار الحقيقة حشد داخلي تشغل الرأي العام. ما شاء الله نسمع يعني بعض الدول امتدحت مواطنيها اللي قضوا كل النهار بالشارع. أيه. هذا نوع من التنفيس، تقضي طول النهار بالشارع ثم ترجع تنام وتفتح. أيه. الأساس هو أن تتحرك من خلال المنظمات الدولية لاستصدار قرار يؤكد على القرار 252 بأن القدس لها مكانتها، وأنه إذا اتجهت وزارة الخارجية خطوة قادمة بأن تبني مقرا في القدس سيعتبر مستوطنة وفقا للشريعة الدولية، أنها مستوطنة مثلها مثل أي مستوطنة في القدس الآن. وبالتالي وزارة الخارجية عندما طلبت سنتين يعني تتوقع أنه ربما لا يمدد للرئيس ترامب، فبالتالي تراجع، لأن وزارة الخارجية غير موافقة على مسألة النقل. تعرف مخاطره، وهي التي عاصرت التأجيل 44 مرة، فبالتالي تعرف الانعكاسات. لكن الرئيس بس يمكن ترامب أيضا اتخذ القرار ليضمن مثلا تأييد آيباك وغيرهم، والآن يعني ونحن نعرف حجم اليهود في أمريكا. أنا ما أعتقد أنه بحاجة له، لأنه بقية الرؤساء كلهم وضعوها، الثلاث الرؤساء السابقين باراك أوباما بوش وكلينتون، كلهم وضعوا هذا الموضوع في يعني ضمن الأجندات الانتخابية ولم ينفذوه. وبالتالي كان يستطيع الحقيقة لا ينفذ، لم يكن محتاج إليه بأي حال من الأحوال. ولكن هو ماذا يريد دائما؟ شفت التغريدة اللي بعدها يعني بعد قال إنه الثلاث الرؤساء لم يستطيعوا، أنا استطعت. فهي نوع من التي يخص الرئيس شخصيا. وأنا أعتقد الحقيقة إنه الملك سلمان اتصل بالرئيس ترامب وأبلغه أن هذا فيه استفزاز للمشاعر المسلمين. 2001 أيضا قلنا لهم لا تدخلون أفغانستان، مملكة حذرتهم، وإلى الآن نحن نرى أفغانستان مفتوحة. 2003 قلنا لهم لا تدخلوا العراق ولا تحلوا الجيش العراقي، ولم يسمعون. الآن رئيس ترامب نفسه يقول 6 تريليون أنفقناها حتى الآن على الحرب العراقية. أوف. فهم لا يسمعون، مشكلة الأمريكيين أنهم لا يسمعون لأصدقائهم. أيه. هذه إشكالية، ولا وش الفائدة أنه أنا أتصل بالرؤساء ثم أسوي اللي أبغاه؟ ممتاز. خلينا نشوف الأستاذ عقل، إيش رأيك أستاذ عقل؟ إيش تعليقك على ما حدث يعني، وما هو توقعك يعني؟
يعني هو الولايات المتحدة مثل أي دولة تعلن مثل هذا القرار، أي دولة تستطيع أن تعلن، حتى دولة صغيرة يعني أن تعلن مثل هذا القرار، لكن لأن الولايات المتحدة تأخذ جيوشها إذا أرادت وتغزو أي بلد. طيب هذا هو الفعالية، هو هذا الفعالية. لا بس من الجانب القانوني ما في شيء، يعني مثلها مثل غيرها، ما في، ما يحميها مجلس الأمن ولا لها أي يعني ما لها أي صفة قانونية أن تقوم بهذا، إلا أنها دولة، والدول 149 دولة في الأمم المتحدة، وبالتالي ما هناك شيء يعني مختلف إلا القوة الأمريكية، كون أنه هذا بيأثر على دول، وعندها أيضا دول تخشى منها وتصوت معها بما فيها الأوروبيين يعني. بس أنا الحقيقة يعني دائما احنا نقول أنه المصالح الأمريكية ومضاد للمصالح الأمريكية، لكن دائما المحصلات الاقتصادية والسياسية دائما تثبت أنه مصالح أمريكا يعني يحافظ عليها وحريصة عليها الولايات المتحدة، وأنه الآخرين يعني يتحدثون عن المصالح الأمريكية لكنهم لا يتحدثون عن مصالحهم. أنا لا أفهم أنه الرئيس ترامب يأتي للمنطقة العربية ويأتي للمملكة العربية السعودية، قلب يعني قائدة العالم الإسلامي وقلب العالم الإسلامي، الحرمين الشريفين، وعليها التزامات دينية ووطنية وإسلامية وأخلاقية ومسلمين، يأتي ويعني يترك المملكة العربية السعودية بيعني مشاعر طيبة تجاه المملكة، وأيضا مشاريع اقتصادية عملاقة، وكل المواقف الودية جيدة، لكنه يفاجئ العالم الآن بأنه يفعل شيء وكأنه مقصود ضد المملكة. يعني أنا ما فهمت، يعني لا أعرف يعني إلى أي مدى هذا قرار عقلاني أو صائب، أو ما عندي أنا يعني تصور، لكن في اعتقادي أنه يعني الولايات المتحدة جزء من التحالف الدولي، 70 دولة تقريبا اللي في التحالف أو 60 دولة اللي تحارب داعش، اللي تحارب داعش نعم. أنا في اعتقادي أنه يعني كمان هذه غير مفهومة للناس، كيف تحارب داعش وتقود العالم بكل هذه الكتلة القوية، مع أنه أنا شخصيا أعتقد أنه حتى التحالف وأمريكا هي تفعل مصالح أمريكا في التحالف، وليس التحالف ضد داعش يعني. لكن مع هذا ألف باء، يعني إذا كنت تريد أن تقضي على داعش في المنطقة، أنا أعتقد أنه أكبر يعني إبرة حقاً تنشيط لداعش مثل هذا ما فعلته في الإعلان، لأنه على أقل تقدير أنت ألبت المسلمين، ألبتهم بدون شك ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف أنه كل التطرف يأتي حينما الناس ينفعلون. يعني اللي يجيب الناس للعراق والسوريا هو مناظر القتل والدم، يجون من أوروبا ومن أمريكا ويقاتلون في هذه المناطق. فأنا لا يعني أشكك، أعتقد أنه نحن أيضا في المنطقة العربية يعني عندنا وهم بأن الولايات المتحدة ربما يعني ما تقوله هو صدق. أنا أعتقد أنه لا، هناك أشياء وأجندات الولايات المتحدة تقول ما تريد أن نصدقه. أيضا ابتزاز العرب هذا دائما والمنطقة العربية، أنا ما أشوف أمريكا تبتز لا آسيا ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية بنفس اللغة، لأنه حقيقة المنطقة العربية لا تزال القيادات يعني القرار هو في يد السلطة السياسية، وليس هناك برلمانات يمكن أن يعرض عليها المشروع في أي قضية يدخلون فيها العرب. أنا أعتقد أنه هذا يجب الانتباه له في المنطقة العربية، و جعل الناس يكونون شركاء في مواجهة أمريكا وغير أمريكا، من يتعدى على الحقوق الوطنية أو حتى العربية أو الإسلامية، يعني يجب أن يكون هناك رادع شعبي ورسمي لكنه مؤثر، لا تمر القرارات لا الاقتصادية ولا السياسية إلا بموافقة الناس، حتى يكون يوم من الأيام عندنا حجة إذا أردنا أن لا نمرر أي مشروع يخدم أحد يعادينا ويفرض علينا أجندات عنف وأجندات فساد وأجندات قتل. أوكي. بالتالي يعني خلنا نشوف الدكتور ماجد، إيش رأيك في حالة استياء شعبي عند السعوديين، أنه يعني بعض العرب وبعض المسلمين يعني تركوا قرار ترامب
بنقل السفارة إلى القدس، وأصبحت قضيتهم الأساسية توجيه أصابع الاتهام للسعودية بأنها لم تخدم القضية الفلسطينية. سؤالي على وجه التحديد، ليش يا ماجد، أنا دائما عندي هذا الشعور عند كثير من السعوديين، لماذا هذا الجحود للسعودية؟ إحنا هل تظن أننا لا نقدم أنفسنا كما يجب، ولا إحنا بالفعل مقصرين كما يرون؟ أولا طبعا أنا استمتعت بطروحات الزملاء، أخذوا أشتات الموضوع حقيقي في عدة مسارات. يمكن بس أعارض أخوي عقل قبل ما أنتقل إلى الجواب، أنه الأمريكا ليس لنا أكبر قوة في العالم، لا، لأن هي راعية الملف السلام، ما راعية الملف الإسرائيلي الفلسطيني. هذه قضية مهمة جدا، وهي العتب الأكبر. بالإضافة لما أتحدث عن الزملاء بأنها قفزت على معطيات طويلة جدا، وأجل موضوع القدس في آخر مرحلة السلام. طبعا الأمريكان عنده فلسفة استمرارية عملية السلام، ليس إنجاز خطوات، ويجب أن تستمر عملية السلام. فوضع مثل هذا القرار في هذه المرحلة معناته أنك تكسر الاستمرارية لمفاوضات السلام، بغض النظر بالنتيجة أو بدون نتيجة. لذلك نشوف ردات الفعل الأوروبية ليس للحق الفلسطيني وليس لحق القدس، ولكن لفلسفة استمرارية مفاوضات السلام، سواء بالنتيجة أو بدون نتيجة. فهذا كسر لهذا البروتوكول الذي مشيتنا عليه هذه القوة على مدار 60-70 سنة. ثم أن العتب على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي تدعي أن رعية السلام وأنها هي التي يعني تمسك بهذا الملف. الجانب الثاني حقيقة، أنا يمكن في أكثر من مناسبة أقول يجب ألا نحتكم في أنفسنا أو تقييم ذواتنا بالسلوكيات وترهات الآخرين المحيطة. تقصد حنا كسعوديين؟ نعم، أنا لا يمن، أنا حقيقة راجعت على عجل الطروحات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه كلها نتوءات حقيقة. إحنا نعرف أن وراءها منظمات مشبوهة، وراءها يعني حسابات وهمية، فهي ليست ذات قيمة في العمق الشعبي الإسلامي حتى أقول والله نحن مقصرون أو غير مقصرين. لذلك أنا ما أحتكم في تقييمنا إلى الترهات التي تصاحب، لأن الذي يتحدث عن فلسطين لا يمكن يتجاهل مواقف المملكة، مثل من عهد الملك عبد العزيز إلى الملك سعود إلى مرور كل الملوك ملوك السعودية، لا يمكن تتجاهل المواقف كيف خسرت المملكة في كثير من قضاياها الذاتية للمملكة العربية السعودية من أجل القضية الفلسطينية. طيب أجل ليش؟ لأن السوشيال ميديا مليانة الأمانة، وصار فيه استياء، وصار فيه حالة من يعني الدمام. أنا يعني اللي ضايقني هو التعاطي معها بطريقة سلبية، هي ردود الفعل من بعض المغردين أو المتعاطين الذي يعني بدأ يقول والله شوفوا الفلسطينيين مثلا، شوفوا أهل فلسطين. قصدك السعوديين؟ نعم، هذا اللي أنا يزعجني، لأنه أنا أقول حينما أثق في نفسي. طيب هذا اللي يشعرون بشيء من الضيم ويدافعون عن أنفسهم. لا، مو دفاع، في فرق بين أني أدافع وأني أضع للقضية قالب آخر. أن نحن صناع إعلام، إذا تريد أن تصنع الإعلام يجب أن لا تتعامل بردات الفعل مع المعطيات، يجب أن أخذ لب القضية وأتحرك من خلال القضية. الطروحات المعاكسة التي طرحها بعض المغردين، بعض أحيانا من تطروحات فكرية شخصية لبعض الأشخاص، ليس في السياق الوطني، وردات فعل على هؤلاء. طبعا أنا زي ما قلت لك إن هؤلاء دائما هم يعني لا يمثلون قيمة حقيقية بحيث أنني أراجع نفسي عليها. حقيقة الإطار كرشف القضية عامة، الإطار عامة، يعني أنا يمكن أشرت له في تغريدة، يعني قلت أن 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 قرار الرئيس الأمريكي بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل لا يمنح إسرائيل هذا الحق، ولكن بقدر ما يضع الولايات المتحدة الأمريكية في خندق واحد مع إسرائيل في قضية الضغينة من الشعبية العربية والإسلام، وهي التي يحسب لها الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي حسابه. نحن نقول نحن مقصرين إعلاميا في التعاطي مع القضية أو غير مقصرين، هذه تحتاج طبعا إلى تقييمات حقيقية. أنا ما عندي حقيقة في التقييمات، ولكني أقول أن رداءة من حمل هذا الأمر ضدنا يجعلني يعني لا أعطي حقيقة يعني كثير اعتبار. إيه، بشوف خالد إيش بيقول. إحنا نكرر أخطاءنا. حجم الإنفاق بالمعنى السياسي، الاستثمار بالمعنى السياسي والمالي الذي أنفقته المملكة في لبنان، في اليمن، في فلسطين، للأسف لم نستطيع أن نقدم أنفسنا بطريقة منصفة وعادلة.
لا يوجد للأسف الآن. أنا رصدت يعني طيب ليش الحين أنت لك في الإعلام باع طويل والدكتور ماجد والجميع، خلينا نشوف يعني إيش أين الخلل؟ الخلل لا نقدم أنفسنا بطريقة جيدة. كيف نقدم أنفسنا بطريقة جيدة؟ الخلل الإعلامي، نقدم أنفسنا بدءا من ربط العمل المسار الثقافي الإعلامي بالمسار المساعدات المسارات المالية المساعدات المالية، ربط المسار الإعلامي والثقافي بالمسار السياسي. هذه مسارات مالية وسياسية منفصلة عن الأداء الثقافي والإعلامي، لذلك قد تدفع ومواقف سياسية كبرى، بل أن المملكة قطعت البترول على الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، وهذه مواقف كبرى. لذلك الوعي العربي الوعي الإسلامي ينسى كافة هذه المواقف، لأن أداءنا الإعلامي ضعيف، أداءنا الاتصالي ضعيف، سواء مع العالم الإسلامي أو مع العالم العربي، ولم يحقق لنا حصانة أو رصيد نستطيع أن يغطي أي شائعات حول هذه المواضيع. ممتاز، تبغى تقول شيء يا سيدي؟ أنا اللي أبغى أقول الحقيقة أنه الإشكالية في العقلية العربية أكثر مما هي إشكالية في الواقع، يعني ما في قراءة أصلا لما قدمته المملكة. بمعنى العرب الحقيقة عطهم خطابات وعطهم شعارات رنانة، وأنت تسير الحقيقة البطل. بمعنى لو خرج الليلة مسؤول سعودي بالملك أو الأمير محمد بن سلمان وطلع خطاب ناري سنرمي إسرائيل في البحر، في البحر الميت، شوف التصفيق بكرة. هذه هي احنا كل منذ بدء الأزمة من 48 والمملكة تدفع والمملكة تتخذ مواقف أكثر مما تخطب، أكثر مما تخطب، أكثر مما تخاطب مشاعر الناس، ولم يكن أحد يعرف على شيء. لما يعني لم تتعرض مصالح دولة من الدول الحقيقة التي تحيط بإسرائيل من دول الطوق، لم تتعرض مصالح دولة للأذى في الولايات المتحدة وفي الغرب مثل ما تعرضت مصالح المملكة، ولا زلنا حتى الآن وإلى بكرة ندفع ضريبة، ندفع ضريبة وقوفنا إلى جانب القضية الفلسطينية. كنا نستطيع أن نشتري الحقيقة دماغنا في الولايات المتحدة بأن نقول للوبي الإسرائيلي ماذا تريدون ونحن معكم، وسنحصر الحقيقة على كل ما نريده في البيت الأبيض وفي المؤسسات وفي الكونغرس. لكن لأننا اتخذنا موقف مبدئي علنا أمام الناس وسرا أيضا بيننا وبين الناس في المكاتب، وبالتالي كلامنا في القضية الفلسطينية في الغرف المغلقة هو نفس كلامنا أمام الإعلام. لكن مشكلتنا أننا لم نزايد. هذا مثل ما وصف العالم العربي أو العرب بأنهم ظاهرة صوتية يريدون خطاب بس، عطوا طيب خطاب. هل هذا صحيح؟ يعني لا، ليس صحيحا، سيكتشفون غدا. اكتشفنا الآن ماذا فعل حافظ الأسد يا عبد الناصر؟ عبد الناصر ماذا فعل؟ رمى في البحر. فيلق القدس، فيلق القدس، إيران التي ترفع الشعار يوميا الموت لأمريكا والموت، ماذا فعلوا؟ بس أستاذ أنا ودي حقي أضيف نقطة مهمة في تقديري، أنه هناك فرق بين ملف فلسطين والملفات الأخرى، هذه قضية أمة، هذه قضية لها ارتباطها العقدي. أنا عارف، بس أنا أقصد ماجد أنه هاليومين عشان اشتعال الوسائط ما أبغى يصير في هذا الخلل. يعني ألا تتفق معي أنه يمكن يفترض أنه يطلع بيان من سفارة فلسطين يعني يشيد بدور المملكة لعله يرطب أو يعني يضمن لا لا بعض لا 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 لن يعارض القاعدة الشعبية، في قاعدة شعبية. الـ 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 الإمام الذي ترحم على الملك عبد الله، الخطيب الذي ترحم على الملك عبد الله، ماذا عملوا به؟ يعني من اللي عملوا به؟ في المصلين في المسجد، صياح وهتاف. يعني كل واحد هناك دول معنية أخرى، أقصد أنه كل واحد الحقيقة لا يريد أن يقع في فخ الشعبوية، ما في أحد يريد أن يعرض سمعته من أجل السعودية. وبالتالي لا، بس سفارة فلسطين عندنا وتعلم ذا، وعندنا جالية فلسطينية، ما تتوقع المفروض يصير لهم دور؟ شوف أنا ما ودنا الحقيقة نعمم، ما ودنا نعمم، طرفيننا زملاء ممتازين من الفلسطينيين وأصدقاء كثير، والقاعدة الإيجابية هي الصامتة. المشكلة أنه المتطرفين في كل مجتمع هم الذين يخطفون الخطاب، هم الذين يختطفون هذا الخطاب. لكن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا مثل ما شاهد الدكتور وزملاء هي قضية مبدأ، قضية عادلة سندعمها، قضية إسلامية سندعمها، هذه قضية عادلة لا نلتفت إلى الرأي إلى ردود الأفعال. في مشكلة بس في الإعلام. أي إعلام يبي يقول للناس أنه هذا اللي أنا أسويه كل الصح ما يخدم، ما يختلف. لازم يكون فيه موضوعية، قليلا من الموضوعية مزيد من السماع. ما فيك تجي تقول كل اللي حقنوا في الناس لم ينجزوا شيئا. زي مين يعني مثلا يعني زي النظام السوري، ايه حقن في الناس الى ما شاء الله، النهاية
إعلام القذافي حقا في الناس إلى ما شاء الله، والنهاية هكذا. عبد الناصر له عيوبه وله أخطائه، لكنه أيضا نفس الشيء. بس الفكرة فكرة أنه إعلام الحين، يعني هذول الأوروبيين والإعلام اللي يكتب والناس يسمعون، أليس فيه يعني خدمة لدوله؟ ألا يخدم دوله بشكل مثالي وجيد؟ طيب لماذا يسمع؟ لأنه هناك من يصيغ إعلام يستطيع أن يفتح آذان الناس. نعم وفيه مصالح يدافع عنها، لكنه يدافع عنها بشكل مثالي. أن تقول تسكت الناس أو تقول يعني كل ما أفعله أنا صحيح، ما في ولا واحد يقول أنت غلطان، هاي مشكلة كمان. واضح. فاصل ثم نعود إليكم.